عارف المايك ده بقى بيعلق لي. Anyways خلصنا المد الحمد لله. اسبوع المد بيبقى من الايام العصيبه جدا لان الواحد غالبا نومه فيها بيبقى قليل لانه يا دوبك بيرجع من الجامعه يخش في السايكل بتاعه المذاكره يصحى تاني يوم يروح يمتحن ويرجع ياكل يذاكر لو في ساعتين تلاتة بينامهم او حتى لو نام فبيبقاش احسن نوم يعني. اليومين اللي فاتوا قلت ان انا اريح شوية من الضغط والمذاكرة والتعب ده ولاحظت ان انا فرهدت جدا يعني فعلا ادركت ان الراحة بتجيب راحة وان انا مرتحتش لان انا عارف ان انا عندي requirements لسه ما سلمتهاش عندي حاجات لسه المفروض اعملها ما عملتهاش عندي كذا مشوار مفروض ان انا اعمله برضو ما عملتوش وانا من الناس اللي ما بتحبش تقعد ولما بتقعد ما بتحسش ان هي مرتاحة فانا حتى في البداية قلت لنفسي ان انا هاخد يوم بريك كده اهوي فيه عن نفسي اليوم فجأة قلب لثلاث ايام والنهاردة كمان وانا قاعد قلت لا طب انام واصحى ذاكر او اصحى اشوف انا ورايا ايه فما روحتش تمرين النهاردة بس يعني شربنا قهوة كده وفوقنا انا عارف ان انا تعبان فعلا عارف ان انا محتاج ان انا استريح بس الدرس اللي انا اتعلمته وللأسف على طول بقع فيه هو ان انت ما ينفعش ان انت تريح في نص السك لازم الاول تخلص اللي عليك لازم تشوف الدنيا بعد كده تبدأ تريح تاخد استراحة محارب براحتك. طيب المفروض دلوقتي ان احنا رايحين فين؟ المفروض دلوقتي ان انا رايح اطبع شوية ورق وشوية صور عشان ادوكومنت الكيسز اللي انا عالجتها السنة دي لان ده من ضمن الريكويرمنت ان احنا ندوكومنت الحاجات اللي احنا اشتغلناها ودي من الحاجات المهمة جدا عموما بالنسبة لمجالنا كاطباء اسنان اعتقد مهم جدا بالنسبة لاي حد دلوقتي ان هو يتقل السي في بتاعه ويدوكومنت او يسبورت السي في باي شغل او اي اكسبيرينس هو عمله قبل كده بنحاول ان احنا نعمل كده والجامعة بصراحة مشجعانا على ده فالله المستعان. بحاول بقدر الامكان ان الدراسة والتركيز على ان انت تلم درجات وتنجح والحاجات دي كلها ما يأثرش على علاقتي بربنا سبحانه وتعالى او يأثر مثلا على الصلاة فأدي اهمية مثلا للمحاضرات والمذاكرة والحاجات دي واترك صلاة الجماعة مثلا لان الاولوية بالنسبة لنا كمسلمين هي صلاة الجماعة كمان لان للأسف يعني الشيطان لما بيخدعنا بيقول لنا طب يعني احنا نحاول نركز في الجنبين فاحنا مثلا نخلص المحاضرة دي او نخلص المسألة اللي احنا بنحلها دي لان احنا دلوقتي مركزين جدا مش هينفع انا نتفصل وبعد كده هنصلي ان شاء الله وبتاع والكلام ده في الاخر لا بنخلص المسألة ولا بنصلي في حين ان احنا لو سيبنا اللي ورانا فعلا ونزلنا صلينا ورجعنا هنلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى يسر علينا المسألة ويسر علينا الحل ويسر علينا المذاكرة والله العظيم فعلا ده حقيقي مش بقولكم كده عشان تصلوا وتعظموا شأن الصلاة ولكن ده فعلا حقيقي ده اي حد بس يكون بيصلي باخلاص يعني رايح مقبل على ربنا سبحانه وتعالى بيلاقي فعلا في بركة وفي ذكاء مش طبيعي. احساسك بعد المدة صح؟ والله الحمد لله الحمد لله عملنا اللي علينا احساس رائع قدر الله ما شاء فعل لا احساس رائع بس سيء وانت احساسك ايه بعد المدة خير؟ انا عايز اروح اكل سندوتش برجر قد كده عليه رق لحمه رق لحمه رق طماطم رق طماطم ورق بصل وعليه امسكه كده وجعان واكله كده وبيض وحته بيض واكله وانام بقى انت عارف لو عمرو واقف جنبك دلوقتي هيعمل فيك ايه احنا دلوقتي بنقول احساسك ايه بعد المد حاسس ان انا عايز اروح الجيم حاسس ان انا طلع لي جناحات حلو لسه عايز واحد برجر برجر على جبنه على بيض لا 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 انا الجيم وحشني جدا كمان انا عايز ارن على حد يا جدعان وناس لسه سيوده لسه عايز اكل ورق عنب ورق عنب اه قوي تعافى ورق العنب اه قوي قوي اتش انا ما طلعتكش في الفلوج احساسك ايه بعد المد انا زعلان قوي الواد ده كان نفسه يطلع ممثل وهو صغير والله مش ممثل يا جدعان كل المجي اصلا بجد كل المجي اصوره قبل ما ادوق احسن سبايسي حكايه يا جدعان حلو ولا ايه هو سبايسي ولا يا عم دوت المندي شغال لن انتظر الفرصة حتى ترآف بي بل أصنعها بالإصرار الملتهب
لن أقضي وقتي باللوم وبالعتاب، فكثير مروا وقليل ممن ذكروا حين يقال رحم الله فلان، كان وكان وكان، لن تذكر إلا الأعمال. أعمارنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا نمضي. السلام عليكم، عاملين ايه؟ اخيرا نهاية الاسبوع، النهاردة الجمعة الحمد لله، صحينا بدري. انا روحت امبارح من الجامعة كنت فاصل خالص وما ذاكرتش امبارح لان فعلا كنت تعبان، حتى يدوب كده حطيت بس دماغي على المخدة رحت في النوم، وده ما بيحصلش معايا نهائيا السجاز، لان انا ما كنتش بنام كويس الايام اللي فاتت بسبب العيادات والتسليمات وضغط الحاجات بتاعت الفتره اللي فاتت دي. بس الحمد لله ربنا عداها بلطفه وبكرمه زي كل مره ما بتعدي، الحمد لله. احنا خلاص بنشطب اهو، يعني تقريبا احنا في نهايه الترم. كان عندي شويه حاجات متاخره ولكن الحمد لله خلصت. دايما كده بعد اسبوع المتر بحس ان السنة خلاص بتخلص او ان الترم بيخلص وان كل حاجة ضغط ولهوجة بسرعة جدا. كنت فاكر ان الاحساس ده بيبقى معايا انا لوحدي بس، لكن لما سألت ناس كتير وسألت اصحابي قالوا لي لا، الحوار ده معانا كلنا فعلا، واحنا بنبقى مستنزفين او طاقتنا خلاص في النازل. فدايما بحس الاحساس ده، بس بحاول ان انا ادي لنفسي دفعة احسس نفسي ان انا لسه ببدأ ترم جديد بعد المتر، لعل وعسى يعني ان انا اقدر ابذل مجهود خصوصا في الفتره دي، لان هي فعلا فتره مهمه جدا وبيبقى عليها الجزء الاكبر من الدرجات في الترم. صحيت النهارده بدري الحمد لله، صليت الفجر وتمشيت الصبح كده، وبحس والله ان تمشيه الصبح دي من النعيم المعجل في الدنيا، ان انت تمشي كده تتنفس الاكسجين بتاع الصبح وتبص كده وتتأمل في خلق ربنا سبحانه وتعالى. الواحد بيبقى محروم من الحاجات دي جدا في فترة الدراسة، ولكن فترة الأجازة بحاول ان انا اشبع نفسي من الخضار بتاع الشجر والاكسجين بتاع الصبح بدري والهواء النقي ده وحركة الناس كده الصبح بدري، الناس اللي هي لسه نازلة شغلها دي وبتتوكل على ربنا سبحانه وتعالى. دي كلها معاني الانسان المفروض يتدبر فيها، ولكن الإنسان مشغول، يعني دايما الإنسان مشغول. كانت فترة ضغط بصراحة، كنت بمشي وحرفيا ماسك 100 حاجة في بوكسين في ايدي وفي شنطة على ظهري ومعرفش ماسك ايه تاني، فحرفيا اللي هو ما كنتش فاضي خالص، ما كنتش فاضي فعلا. عارفين انتوا احساس ان انت نفسك تشرب كوباية شاي كده في قعدة صفا، الحاجات البسيطة دي، الحاجات اللي هي العادية جدا. ولكن الحمد لله انا بحمد ربنا دايما على نعمة الانشغال، لان هي فعلا نعمة، لان وقت الانسان ده هيسأل عليه، انت هتسأل عن شبابك فيما افنيته وعن عمرك فيما ابليته. ده مش كلام، ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كل لحظة وكل ثانية انت بتتسأل عنها. فانا لما بلاقي نفسي فترة مشغول ومضغوط وكده ما بزعلش على قد ما انا ما بفرح، لان انا جربت الاثنين، جربت احساس الفراغ وجربت احساس الانشغال. وانا هنا بتكلم على الانشغال طبعا بشيء مفيد، حوار ان انت مشغول بشيء مفيد او بشيء منتج او بشيء نافع سواء لنفسك او لغيرك، الحوار ده جامد جدا، لان فعلا انت لما بتسيب نفسك للفراغ نفسك بتسوحك. اعتقد كان في مقولة اعتقد ان هي تنسب لعلي بن ابي طالب، كان بيقول فيها نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك هي بالباطل. دي حاجة مجربة، احنا كلنا اعتقد نتفق على ده، ان انت لما بتكون قاعد فاضي مش لها حاجة تعملها وما عندكش جدول وما عندكش خطط بتلاقي نفسك بتسوحك، بتاخدك لحتت انت ما كنتش عايز تروح ناحيتها. طيب احنا هنعمل ايه النهاردة؟ مفروض ان انا هذاكر، عندي شوية حاجات كده متراكمة فهنقعد نذاكر، هو ده المنطقي وده الطبيعي لان احنا ما بنعملش حاجة اليومين دول غير ان احنا بنذاكر. فهنخلص شوية الحاجات دي وننزل نصلي الجمعة، وبعد كده عندي كذا مشوار عايز اعملهم النهاردة، لان انا دايما بأجل مشاويري لنهاية الاسبوع سواء الخميس بالليل او الجمعة، لان فعلا ما بقاش فاضي خالص ان انا اعمل اي حاجة او ازور اي حد او انزل اجيب اي حاجة لنفسي غير في اخر الاسبوع.
حرفيا المكان الوحيد اللي بروحه اليومين دول هو الدنتال ستور او المكان اللي احنا بنشتري منه ادواتنا الادوات بتاعت اسنان وكده. انا بحاول حتى اجيب الادوات اللي انا محتاجها بعد الجامعة على طول او قبل الجامعة حتى في الستورز اللي جنب الجامعة، لكن ساعات ما بيبقاش معايا فلوس كافية مثلا لان ادواتنا بتبقى غالية جدا او بكون متأخر او بكون ناسي حاجة، فبدور على اي ستور قريب مني وبشتري منه الحاجات اللي انا محتاجها. انا مثلا نزلت امبارح جبت السادل ماتريكس، دي حاجة بنستعملها في الاوبراتيف لما بنيجي نعمل حشوات في المنطقة اللي هي بتبقى ما بين السنان وبعضيها. دي المنطقة دي لما بيحصل فيها تسوس بنحتاج ان احنا نقفل ما بين السنان وبعضيها بحيث ان احنا نعرف نحط الحشوة. ممكن احط لكم صورة كده تبين الموضوع. ونزلت جبت الجيتس وفايلات كده كنت محتاجها، معرفش باين ولا لا. اهي دي فايلات دي بنستخدمها في علاج العصب، دي بيبقى مفروض معانا منها كتير بس دي يعني اصغر مقاس دي اللي بنبدأ بيها. ودي حاجة اسمها جيتس، الجيتس دي هي اللي بتظبط الشيب بتاع المكان اللي في العصب بحيث ان احنا بعد كده نعرف نحشي العصب. الحمد لله قدرت اخلص الحالات اللي مطلوبة مني، حاسس ان في تحسن مع الوقت. الرهبة اللي كانت في بداية الترم ان انا لسه هخش العيادة لاول مرة ومش عارف اعمل ايه ومش عارف اصلا اقعد على الكرسي ازاي ومش عارف استعمل اليونت ازاي، حاجات كده يعني كانت مرعبة، ولكن الحمد لله انت عارفين ان احنا ما بيهمناش اي حاجة. الموضوع عدى على خير، خلصت اول حالة، تاني حالة، تالت حالة، عملت حالة تركيب. زمايلي كانوا بيخافوا ان هم يشتغلوا لاصحابهم مثلا او لاهليهم، انا ما خفتش خالص، بالعكس انا كنت حابب الحوار جدا. انا شايف ان لو حد صاحبك ممكن يستحملك، هيكون صبور معاك، هيساعدك، هيتقبل اي حاجه لو حصلت لا قدر الله. والحمد لله ما حصلش اي حاجه، انت لو دارس كويس اشتغلت اتدربت كتير بتلاقي الموضوع سهل ان شاء الله. انا الحمد لله مش متكبر على العلم او ما بخافش ان انا يطلع شكلي صاير مثلا او قليل لما اسال، فلما بكونش عارف حاجه بسال فيها او بستعين بحد اكثر خبره مني، فالحوار ده مفيد جدا وفعلا انت بتفهم. كثره مخالطتك بناس اكثر علما واكثر خبره منك بتفهمك وبتنمي عقلك بشكل كبير. الأسبوع ده كان عندنا وركشوب في الجامعة كانت بتتكلم عن الدنتال فوتوغرافي أو التصوير في طب الأسنان. التصوير ده احنا بنحتاجه بحيث ان احنا ندوكومنت الحالات بتاعتنا، نشوف بيفور وأفتر ونشوف الستيبس اللي احنا بنعملها ونتابع التحسن في شغلنا مع الوقت، بنسهل الكوميونيكيشن مع العيان أو بنسهل التواصل. فدي من الحاجات المهمة جدا اللي بقت بتخليك كدكتور أسنان ان انت تعرف تماركت أو تسوق لنفسك، تقدر توري الناس شغلك. فالشباب يعني جزاهم الله خير تعبوا وتواصلوا مع الدكتور شهاب الدين، ده من الناس المشهورة جدا بالدنتال فوتوغرافي. أعتقد لو في ناس مهتمة بالدنتال فوتوغرافي هتكون عارفة الدكتور شهاب. استضفناه وأنا كنت المصور بتاع الإيفنت، الحمد لله عملنا مجهود عظيم جدا، حتى صورت الوركشوب كلها فيديو، هحاول أبقى أرفعه على الشانل هنا لو حد في أسنان عايز يستفيد. فإن شاء الله الوركشوب دي هتبقى مفيدة جدا بالنسبة له. يا حبيبي أنا كنت بفلوج بس ولسه هبدأ أذاكر دلوقتي. لسه هتبدأ؟ إن شاء الله. أفطر ما كنت هعمل قهوة ومعايا بسكوت بلحة فهتعامل. أصلاً أنت لسه راجع من بره البيت فطار وكده. أنت مش قلت هنام يا ابني؟ أنت. يلا ماشي نزل لك أهو. يلا مع السلامة. ده شعبان صاحبي. هو خرج وجاب فطار فكلمني عشان أفطر معاه. فهنزل نفطر ونرجع نكمل. السواك كمان والسبحة اللهم بارك. هي جميلة جدا والله، اللهم بارك، ربنا يبارك. بس لا الاثري دي، بس الاثري دي كبيرة. لا ما لو شهادة تقدير غير الاجازة، الاجازة بكبرها. ده يا جماعة تصميم شعبان ماشي، هات بقى تصميمي عشان ناخد رأي الناس. ناخد رأي الناس. تبعتولي؟ لا مع محمود. لا بعتولي انت. لا مع محمود عدل فيها تاني. وده تصميم، قولوا بقى لهون اللي احسن واكتبوه في الكومنتات. هو صورة الكهف بقى يعني.
في يوم الجمعة. هل هي والله ده احنا قالك كل اسبوع او يوم الجمعة؟ والراجع كما قال الشيخ ابو صالح قال ان هي كل اسبوع. ان هو الحديث ضعيف، هو طلع قال الحديث ضعيف. الشيخ ابو صالح قال لك الحديث ضعيف ولا هي كل اسبوع؟ اللي هو يوصل الحديث بتاع من حافظ 10 ايات من سوره الكهف وقال الله من كثيرين في الدجال. في حديث ان هي تضاء ما بين الجمعتين. خلاص بقى يا عم، بقى كده تصوير. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه تظبط حط على بصل بس هذا السنيات قوي عليك جل البطن خلونا. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء ومأواه جهنم وبئس المصير لم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله
الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. النهاردة بقى نقتبس المقولة دي من البورد بتاعت شعبان واللي بتقول إياك أن تيأس من إصلاح نفسك.